ايه يا نادي بالاسلوب ده؟ انت بتطاردني؟ انا هنطاردك؟ ولا انت بتسميها ايه ان انا قبلك هنا كده فجأة صدفة؟ لا مش صدفة، بس مش قادر اتخيل كيف قدرت انك تمنعيني اني اشوفك كل هالوقت. ما انت بتعرفي انه انا كنت قلقان عليكي، حتى على تليفوناتك ما كنت عم تردي. ابعت لك 10 رسائل بالنهار على تليفونك وكل وحده فيها اطروحه هالقد، وانت تبعتي لي رساله وحده وبس. ويمكن ما كنتش المفروض ان انا ارد اصلا، عشان يوم ما رديت لقيتها في وشي. لاني اشتقت لك، لاني اشتقت لك، لاني بحبك ولاني بدي اشوفك. انا رح جن، انا ما بدي شيء من هالدنيا كلها غير اني اشوفك. لا عم بقدر اكل ولا عم بقدر اشرب. ليه عم تعمل فيي هيك؟ انا قلت لك ليه؟ ومش هقولك تاني ومش هتكلم في الموضوع ده تاني. انا عايزه ابقى لوحدي من غير اي ضغط من اي حد. انا اصلا في مشكله مموت تاني، والوضع اللي احنا فيه ده بيموتني اكتر كل يوم. بليز لو انت قلقان عليا وعايزني ابقى كويسه سيبني، سيبني مع نفسي. انا مش هبقى كويسه ولا هعرف اقف على رجليا تاني غير وانا لوحدي. قد وجودي بحياتك صار تقل اكتر من الدرجات دي كمان. انا شو انجي؟ ها؟ انا مش مستحمله، مش قادره. نديم بليز احترم المسافه اللي انا عاملاها. انا عايزه ابقى لوحدي.